السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال لانتروداكسيون ا ليتيد دو دووا، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس اس ان ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي بوغ لا ليسونس فوندامونتال اس 3. دونك اي بوغ لي ايتيديو لي كيقراو لانتروداكسيون ا ليتيد دو دووا لي ديفيرون ديتابليسمون بيبليك اي بريفي. دونك la séance d'aujourd'hui ou la partie d'aujourd'hui c'est la partie 23. Il y a un qui me le fera à ton arrêt fera n'est-ce pas l'organisation judiciaire au Maroc comme je vois arrêt nous a dit les mahakim les humains les tribunaux d'exception le mahakim istitnaïa ou là les juridictions d'exception le mahakim istitnaïa. Donc n'est-ce pas le mahakim istitnaïa le Maroc qui n'a rien mahakim wahda il y a le tribunal permanent de forces armées yani le mahakama ديال القوات المسلحة الملكية، التريبينال بيرمانون دو فورس ارمي، المحكمة ديال القوات المسلحة الملكية. دونك بالنسبة لهذه المحكمة هذه لورغانيزاسيون ديالها كما أي محكمة اللي كنخدمو كنحاولوا أننا نعطيو لي زورغانيزاسيون ديالها ولي زاتريبيسيون. بالنسبة لورغانيزاسيون، بالنسبة لهذه المحكمة هذه كاينين دي ماجيسترا بروفيسيونيل وكنلقاو دي ماجيسترا ميليتير، يعني كنلقاو القضاة بالنسبة للقضاة كنلقاو قضاة مهنيين يعني قضاة عاديين دوك القضاة اللي كيكونوا في جميع المحاكم، وكاينين قضاة اللي هما ميليتير عسكر. وكنلقاو جوج انواع ديال الماجيسترا، ماجيسترا بروفيسيونيل وماجيسترا ميليتير. بالنسبة لماجيسترا ميليتير، هاد لي ماجيسترا ميليتير كيختاروهم سون شوا شوازي اون فونكسيون دو غراد دو لاكيزي اي سولون لا غرافيتي دو لانفراكسيون. يعني هادوك لي ماجيسترا ميليتير اللي كيكونوا في لي زوديونس كيفاش كيتم الاختيار ديالهم؟ كيتم الاختيار ديالهم على حسب الكراد ديال لاكوزي المتهم وعلى حسب لا غرافيتي ديال لافراكسيون اللي دار لافراكسيون اللي دار وعلى حسب الحده ولا الدرجه ديال المخالفه اللي دار. يعني مثلا شكون هاد الماجيسترا ميليتير اللي حضر لودونس ولا قرر الجوجمون كيحدهم كما قلت لكم على حسب شكون هاد المتهم هذا اللي هو خصو يكون ميليتير وكيفاش الكراد ديالو وسي على حساب الدرجه ديال المخالفه اللي دار. بالنسبه لا بريزيدونس دو سو تريبينال اي كونفي ا ان جوج بروفيسيونيل، بالنسبه للرئيس ديال المحكمه كيكون قاضي مهني بروفيسيونيل ماشي ميليتير. دونك لو بروسيدور بالنسبه لو بروسيدور ابليكي في هذه المحاكم هو لا لوا دو جيستيس. دونك هذا يعني داك الاجراء لي الاجراءات القانونيه ديال سميتو اللي كيخدموا بالنسبه لهذا كيكونوا دو لا جيستيس ميليتير. دونك بروسيدير ابليكي دو لا جيستيس لي هو ميليتير سيت نوت لي هنا ميليتير ميليتير. دونك يعني ان القانون اللي كيطبق ماشي القانون اللي كيكون في القانون لا جيستيس العادي لوا دو جيستيس العادي اللي كيطبق في جميع المحاكم، لا كيطبق لا جيستيس ميليتير. شوفوا لي زاتريبيسيون اخر حاجه يعني الاختصاصات ديال هذه المحكمه هذه. دونك بالنسبه لي زاتريبيسيون جوست توت لي كريم كومي باغ لي ميليتير، دابا العسكر لي ميليتير اي ميليتير دار شي كريم دار شي جنايه ولا شي حاجه كيتحاكم في محكمه عسكريه داكوغ. انسي سو مناسون لا سيكوريتي ناسيونال، واي شخص عادي من الناس العاديين سيفيل من غير ماشي ميليتير دار واحد الكريم دار واحد الجناية ولا دار واحد الجريمة اللي كتهدد الأمن الوطني لا سوريتي ناسيونال بحال التيروريزم الإرهاب داكشي ديال داعش والتخربيق بحالاش. كاينين انفراكسيون سبيسيفيك يعني كاين شي مخالفات خاصة بحالاش شي يعني مخالفات خاصة اللي كتحكم غير في تريبينال بيرمانون دي فورس ارمي بحالاش بحال ديسيرسيون وغيبيليون. ديسيرسيون يعني داكشي ديال الهجر والتمرد وشي واحد يتمرد على الدوله وبغي يدير انقلاب عسكري ولا شي حاجه بحال هكذا، وشي داكشي ديال الارهاب وهاد التخربيق هذا. وكاينين دي زانفراكسيون دو دغوا كوم، كاينين شي انفراكسيون دو دغوا كوم كيف ما شفناهم كيخدموا غير في تريبينال بيرمانون دو فورس ارمي بحال لي مورتر اي لي فول. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. دابا راه سالينا لورغانيزاسيون جيديسيار او ماروك، بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى نهضر لكم على لي ريسبونسابيلتي. اخر حاجه بقات لنا في دووا اوبجيكتيف ريسبونسابيلتي، يعني نشرح نفهموا شنو هما
les responsabilités les kinin, responsabilité civile, responsabilité administrative, responsabilité administrative et disciplinaire et responsabilité pénale. Donc, au revoir, salam alaikum, telle vidéo j'ai bien, je l'ai dit,